والله ما أدري. تسألوني عن جود ولا ريما ولا الحفلة، ما أدري ما أدري ما أدري. جيت اتصلت على جود سريع مرة، يعني أبو دقيقتين اللي أنا جاية وكذا، وإنه خلاص شفتك بالبيت نتفاهم فهمتوا. فبس بعدها ما صار، ما أدري ما أدري، خلي يجون شوي ونعرف كل شيء. كل شيء تبونه اسألوا. المهم أقول لكم، أنا بالخط مريت البقالة في المحطة، عرف شو شو بوريكم شو شريت. شوفوا 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 البزر. حلوين، تعرفونه تعرفونه. طبعا متقضية متقضية بنات، عبيت لي كيس كني بزر. ابوهم نزل هالبقالة، شوفوا. اذكر جارتنا في الحساء كانت الله يرحمها، يعني كان اذا دخلت بيتهم بلعب مع بنتها وكذا تقولي ارمي علكك وادخلي البيت، بالعلك ذا ما تدخلين البيت عشان ريحته. شفتوا؟ وهذا بعد حلو والله بنات. اي شوفوا دقيقة دقيقة بوريكم شوية بقالة، شوفوا كيف طعم عنب. اي والله عنب يموت. يبوريكم ليش ما يحبون ريحته؟ ليه؟ يعني احس كل الحلويات لها ريحة فواكه كذا، فهمتوا؟ شوفوا شوفوا لذيذ. مو بحالي مرة، مو بحالي مرة. بنات ثبتوا لي أحلام في الرياض، ثبتوا. ريما ما تحب العلوك صح؟ كم مرة سألت عندي السالفة؟ مو بأول مرة، مو بذا البث دايما أقول ريما ما تحب العلوك. لا لا تعلقون، لا تعلقون أحلام في الرياض. أنا ما بشوف ما بشوف أحلام في الرياض كثيرة، فهمتوا؟ بسيم. المهم بعد جبت هاي، طبعا هذا ما قد جربته بس احس انه حلو. اللي علكي احيانا شفت مقاطع وانا اكل علك اقول ليش تاكلين علك؟ ليه؟ انقهر من نفسي، فهمتوا؟ مرة احب العلك، مرة 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 مرة. في شنطي، في السيارة، في المطبخ، في غرفة النوم، كل مكان عندي عندي فيه علك. اموت بالعلك اموت، واحب الفواكه والفراولة والعنب، كل العلوك احبها. دقيقة هذا مو بالشريط، كيف اوريكم المطار؟ والله برد عادي اوديكم بس والله برد. بكرة بكرة العصر في النهار افتح بث في الحوش، بكرة خميس ابد قاعدكم في الحوش اوريكم على كيفكم. اي والله ذا بنات. اوكي 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 انا قفلت القستات برجع افتحها شوي. ايوه كذا صح علي. anyway اوج يونس بنات، شوفوا احس طعم حلو. صوت المطر بنات، في احد؟ خلاص مرة حلو. مين بتاكل كبسة؟ ما ادري شو اسمه، اسمه هوبا بوبا. طعمه مره حلو.
ألف زين مشوار. أي شيء في جهد ما راح أسويه، بقعد بركز. طيب مطر ألومي يا ربي. إيه في ناس ما يحبون المطر، يعني ما يحب، يعني عادي شوي كذا بس ما يحبون كذا طول الوقت مطر، صح؟ من هذه أنا منهم. أدخل قس بفتح القسات. ما في أحد فاتح.